هلو، اليوم راح نتطرق إلى موضوع آخر في الجي سي ماس بتكنيك جديد، إنه كيف نستخدم ثلاث مذيبات باستخلاص مركبات فعالة من مصدر نباتي واحد أو مصدر ميكروبي واحد. هنا راح تشوفون إنه تختلف الاختلاف النتائج باختلاف المذيبات، وبالتالي راح نفهم إنه إذا استخدمنا مذيب قطبي، مذيب غير قطبي، ومذيب يعني بين البين يعني سيمي بولر، راح تشوفون شلون تكون النتائج. وياي الآن للجي سي ماس، شوفون هنا راح